إن المبادرة التي عقدنا تأسيسها اليوم كبداية إنما تهدف لجمع كل القوى الوطنية في إطار واحد لفتح نقاش بناء حول مختلف القضايا التي تهم الشعب الجزائري. نحن نعتقد أننا كطبقة سياسية، كمنظمات، كشخصيات، أصبح من الواجب علينا أن نصنع داخل وطننا جبهة وطنية تضم جميع الخيرين، تضم كل إنسان يمكنه إعطاء إضافة، لأننا نؤمن أن الجزائر يبنيها الجميع ويجب أن تتضافر فيها جهود الجميع. ومن هذا المنطلق عقدت هذه بداية هذه الجلسة اليوم يعني وفتحت للآراء المختلفة للحوار المختلف في مختلف المجالات، لا سيما ما تعلق بمسودة الدستور التي نرى وقدمنا اقتراحاتنا ونقدم، وما زلنا في إطار المناقشات في إطار المبادرة، نريد أن نجعل من دستورنا دستورا يعبر عن أمالي وعن طموح الجماهير العريضة، الجماهير المليون التي خرجت في الحراك المبارك. ولهذا يعني يجب أن نصل إلى مبتغاهم في إطار دستور يضمن الديمقراطية الحقيقية. كذلك يجب علينا كطبقة سياسية وكفئات من المجتمع المدني حلحلة الواقع الاقتصادي، السعي إلى إيجاد أو إلى مساعدة الجهات المختصة في إيجاد آليات وميكانيزمات في كيفية الخروج من التبعية إلى البترول إلى فضاءات جديدة تزخر بها الجزائر القارة من مواد ومن كفاءات بشرية. طيب، ومن تخصصات. واضح يعني لنصنع غدا يعني اقتصاديا رائدا يكون في صالح رفاه المجتمع الجزائري.